كل يوم يتلقى قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية ملخصا من مختلف مصالح الأمن بالمغرب، فيتم فتح ملف لكل قضية. تلك الملفات لا يتم إقفالها إلا بعد انتهاء التحريات وبعد تقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة. وهكذا بعد التوصل ببرقية في قضية من القضايا، يقوم العمداء والضباط العاملون ضمن إطار هذا القسم بدراستها من الجوانب التقنية والقانونية لتفادي كل خطأ في التقدير وكل توجيه غير سليم. وفي حال ما إذا تبين أن الأمر يتعلق بقضية ارتكبت على الصعيد الوطني، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى متابعة الأمر. قبيل ربيع العام 2001 توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنظير ملف يتضمن 23 شكاية تتعلق بعمليات نصب تعرض لها مواطنون من مدينة أكادير. لم تكن التحريات التي أجريت على المستوى المحلي في أكادير قد أفضت إلى إلقاء القبض على المتورطين في أعمال النصب تلك. وقد استنتج الباحثون أن الجناة المفترضين 4 وصلوا إلى أكادير يوم 25 من فبراير من العام 2001، وأن من بينهم شخص يحمل الجنسية المصرية. أفادت التحريات أيضا بأن المصري استأجر غرفة في أحد الفنادق الكبرى بالمدينة، وأن من يفترض كونهم شركائه اكتروا شقة مفروشة في وسط المدينة. أفاد التحقيق الذي تم إجراؤه بأن تلك المجموعة قامت بنشر إعلان في صحيفة محلية يخبر بأن شركة سعودية تعتزم توظيف 200 عامل متخصص للعمل في المملكة العربية السعودية. كان الإعلان المنشور في الجريدة المحلية يستعجل من يهمهم الأمر للاتصال بعنوان لم يكن في الحقيقة سوى عنوان الشقة المفروشة التي استأجرتها مجموعة 4. بعد يومين تقاطر مرشحون كثر على العنوان المذكور. كانوا كما هو مطلوب منهم في الإعلان مصحوبين بجوازات سفرهم وشهادات عمل تثبت خبرتهم في المجال الذي سيشتغلون فيه. لم يكن يخامر المرشحين للتعاقد مع تلك الشركة السعودية أدنى شك في جدية العرض، فما أن يصل أحدهم إلى الشقة التي اتخذها من يقدمون أنفسهم مندوبين عن تلك الشركة مقرا لهم حتى يجد في استقباله شابا قوي البنية، كانت مهمته فحص جوازات السفر وتوجيه المرشحين. الذين يحملون ملفا مكتملا يتم توجيههم إلى غرفة ما أن يفتح بابها حتى يجد المرشح نفسه في مواجهة لجنة حقيقية من 3 أفراد، 3 يتكلمون بلهجة خليجية. قرارات اللجنة فورية، فما أن يتيقن أفرادها من أن المرشح يستوفي كل الشروط حتى يبلغوه بأن التعاقد النهائي معه لن يتم سوى بعد تواجده في العربية السعودية وبعد التأكد من أن الشهادة المهنية التي قدمها ليست زائفة. تقترح اللجنة أن يسدد المرشح ثمن تذكرة الطائرة من الدار البيضاء إلى مدينة الظهران السعودية ومن الظهران إلى الدار البيضاء. ولطمأنة المرشح المقبول مبدئيا تعده اللجنة بأنه سيستعيد ثمن تذكرة السفر إذا ما أثبت كفاءته مباشرة بعد توقيعه على عقد العمل النهائي. مرشحون كثيرون وافقوا على العرض، ولكن مرشحين آخرين تراجعوا لأنه لم يكن بمقدورهم توفير ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الظهران. حين يمثل المرشحون المقبولون أمام اللجنة للمرة الثانية يطلب منهم دفع ثمن تذكرة السفر إلى أحد الثلاثة الذي يتم تقديمه كمحاسب من الشركة السعودية. إمعانا في طمأنة المرشح يسلم له وصل مختوم يتضمن قيمة المبلغ المالي. إثر ذلك يسلم مطبوعا يتعين أن يوقعه طبيب يشهد بأن المعني بالأمر خال من كل مرض من الأمراض المعدية. في ظرف أسبوع واحد تمكنت عصابة 4 من الاستيلاء على ما لا يقل عن 345 ألف درهم.
إثر ذلك اختفت المجموعة من أكادير، بينما ظل عشرات من المرشحين يطرقون الباب الموصد للشقة التي كانت المجموعة تتخذها مقرا لها. وبعد أن طال انتظارهم قرروا اللجوء إلى الشرطة وتقديم شكاياتهم. في المجموع توصلت الشرطة في أكادير ب23 شكاية. كانت الخطوة الأولى التي قطعها المحققون الاتصال بصاحب الشقة المفروشة، الذي أكد أن رجلا خليجيا فيما يبدو اتصل به لكراء الشقة، وأنه بعدما زارها طلب منه أن يرافقه إلى الفندق حيث يقيم مدير الشركة التي تريد كراء الشقة لإتمام الإجراءات. كان الرجل قد اعتاد كراء الشقة للأجانب، ولذلك فإنه لم يرى مانعا من التوجه إلى الفندق وإتمام العملية. ما يهمه في النهاية هو أن يؤجر شقته وأن يحصل على ثمن. أفاد الرجل المحققين بأنه في غرفة الفندق وجد نفسه أمام شخص يظهر أنه من علية القوم، لم يتحدث إليه سوى بضع دقائق، ثم أخرج حزمة من الدولارات ودفع ثمن الإيجار وكلف أحد معاونيه بتسلم مفتاح الشقة. في الفندق علم المحققون أن المكلف باستقبال الزبناء سلم مفتاح الغرفة إلى شخص واحد يحمل الجنسية المصرية، كما أكد ذلك جواز سفره، وأن الأخير غادر الفندق بعدما دفع ما ترتب بذمته. لا معلومات حول الثلاثة الآخرين الذين كانوا يترددون عليه في الفندق. لم يغفل المحققون الجريدة المحلية التي نشرت الإعلان الذي استقطب المرشحين للعمل. قال مسؤول الإشهار في الصحيفة إن مصلحته توصلت في 27 من فبراير برسالة من الشركة السعودية بعث بها عبر الفاكس، حيث تطلب تزويدها بمعلومات حول كلفة نشر الإعلان على صفحات الجريدة. كان المطلوب موافاة الشركة بالرد في اليوم نفسه، وكذلك كان. قال مسؤول الإعلانات إنه في اليوم الموالي حضر إلى مقر الصحيفة شخص يرتدي زيا خليجيا، أبلغه أنه ممثل الشركة التي ترغب في نشر الإعلان. كانت الصحيفة تريد دفعا مقدما بشيك مضمون، ولكن الرجل الخليجي اعتذر وتذرع بأنه ليس مقيما في المغرب. اقترح الدفع نقدا وبالدولار، ولكن إدارة الصحيفة أصرت على أن يكون الدفع بالدرهم. قال مسؤول الإعلانات إن الخليجي عاد بعد نصف ساعة ودفع ثمن الإعلان لقاء وصل سلم إليه ثم اختفى. ورغم دقة المعلومات فإن مصالح الشرطة في أكادير لم تتمكن من الوصول إلى أفراد المجموعة الذين بدا أنهم غادروا المدينة دون أن يتركوا أثرا. توقف البحث في انتظار توفر معطيات جديدة، وهكذا فتح قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية ملفا لهذه القضية. لم تثمر التحريات التي تم إجراؤها حول صاحب جواز السفر المصري. لم يتسن رصد تاريخ دخوله إلى المغرب ولا ما إذا أقام في مدينة أخرى غير أكادير. في 27 من غشت من العام 2001 توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنسخة من ملف مشابه لملف أكادير، هذه المرة من وجدة. يتطابق الملفان بشكل شبه تام. تم تسجيل فارقين بسيطين، الأول أن الرجل المصري كان تونسيا هذه المرة، وأن الشركة صاحبة الإعلان والتي تطلب يدا عاملة مغربية مؤهلة كانت شركة كويتية. ما استولى عليه أفراد العصابة قبل اختفائهم عن وجدة بلغ نحو 50 مليون سنتيم. صار جليا أن العصابة ستظهر مرة ثالثة في مدينة أخرى غير أكادير أو وجدة، ولذلك تم تعميم مذكرة على مختلف مصالح الشرطة في المغرب لترقب الظهور الجديد للعصابة. قدمت المذكرة المعلومات المتوفرة. في أوائل أكتوبر من العام 2001 في طنجة كان مفتش للشرطة من مصلحة الاستعلامات العامة في منزله لما زاره صهر له يعمل في صحيفة جهوية. أثناء تجاذبه مع أطراف الحديث أسر الصهر إلى مفتش الشرطة بأن أجنبيا تقدم إلى الجريدة وطلب نشر إعلان لشركة ليبية تريد توظيف 200 عامل مغربي متخصص، وأن الرجل دفع ثمن الإعلان نقدا، كما أنه لم يكن قط يتحدث بلهجة ليبية.
بدا الصهر متشككا، ولذلك التمس رأي صهره مفتش الشرطة الذي كان من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة. تحاشى المفتش الحديث لصهره عن أهمية وخطورة ما هو بصدد الكشف عنها، أقنعه بضرورة إتمام الصفقة مع الأجنبي وأن ينشر الإعلان، كما طلب منه تسليمه نسخة منها. في صباح 15 أكتوبر تقدم مفتش الشرطة أمام مسؤوله المباشر بنسخة الإعلان. بعد وقت قصير كان المفتش ورئيسه المباشر في مكتب رئيس الأمن الإقليمي. قدم المفتش تقريرا شفويا حول الطريقة التي حصل بها على نسخة الإعلان الذي ستنشره الصحيفة للشركة الليبية. استدعى العميد الإقليمي رئيس الشرطة القضائية والعميد المركزي، وبحضور المفتش الذي رصد تحرك العصابة في طنجة عقد اجتماع تقرر خلاله وضع مراقبة على مدار الساعة حول العنوان الذي ورد في الإعلان. كانت التعليمات تقول إن كل تدخل يجب أن يمكن من ضبط أفراد العصابة في حالة تلبس. صار 4 مفتشين من المعروفين بخبرتهم يتناوبون على مراقبة المكان كل 6 ساعات وعلى مدار الساعة. تم نشر الإعلان في الصحيفة الجهوية، وتقاطر عشرات من المرشحين على المقر الذي اختاره أفراد العصابة. تم قبول 50 شخصا كلهم أعلنوا استعدادهم لدفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى ليبيا. كان 5 نوفمبر موعدا للدفع، وما أن خرج الزبون الأول حتى التقطه 4 من رجال الشرطة. أدخلوه سيارة كانت مستوقفة غير بعيد. علموا منه أنه دفع ثمن بطاقة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا من الدار البيضاء إلى طرابلس. قال إنه أبرم العقد وإنه لم يتبقى له الآن إلا تقديم الشهادة الطبية. تحركت العصابة للمرة الثالثة ووفق سيناريو مماثل لتحركها في أكادير ثم في وجدة. بين فبراير وغشت من العام 2001 تمكنت عصابة من 4 أشخاص من النصب على 10 مواطنين في كل من أكادير ووجدة. في أكادير نشرت العصابة إعلانا باسم شركة سعودية يفيد بحاجة الشركة إلى يد عاملة مغربية مؤهلة. وفي المرة الثانية في وجدة نصبت العصابة على 10 من خلال إعلان لشركة كويتية مزعومة. كانت العصابة تطلب من المرشحين دفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى السعودية والكويت على سبيل الضمانة، وتوهم المرشحين للعمل بأنه سيكون بمقدورهم استرداد تلك المبالغ المالية بعد أن يتم التثبت من مؤهلاتهم المهنية وتوقيعهم على عقد العمل النهائي. في أكادير وفي وجدة لم تتمكن مصالح الشرطة من الوصول إلى أفراد العصابة، ولذلك فإن ملفي عمليتي النصب اللتين تعرض لهما مواطنون من المدينة ظل مفتوحين على مستوى قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية. كان المتوقع أن تتحرك العصابة في مدينة أخرى، ولذلك تم تعميم مذكرة في هذا الشأن على مختلف مصالح الأمن. في مطلع أكتوبر من العام 2001 رصد مفتش للشرطة بوادر تحرك العصابة من خلال توجهها صوب نشر إعلان في صحيفة جهوية تصدر بمدينة طنجة. كان الإعلان هذه المرة باسم شركة ليبية. تحركت مصالح الأمن المحلية وفرضت مراقبة على مدار الساعة على المقر الكائن بالعنوان المنشور في الإعلان. تدفق على المكان 10 من المرشحين للعمل في ليبيا. وكما كان الحال في أكادير وفي وجدة، فإن العصابة التي تتخذ شكل لجنة للانتقاء اشترطت على من استوفوا الشروط دفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى طرابلس. كان المرشح يتسلم وصلا مختوما بختم الشركة يتضمن قيمة ما دفعه من مال. في 5 نوفمبر كان موعد دفع ثمن تذكرة السفر. كان المكان تحت المراقبة، وما أن خرج المرشح الأول حتى أحاط به 4 من مفتشي الشرطة واقتادوه إلى سيارة كانت مركونة غير بعيد. علموا منه أنه دفع المبلغ المطلوب وقدم لهم الوصل،
كما أفاد بأن اللجنة منحته المطبوع الذي يتعين ملؤه من قبل طبيب يشهد بأن المعني بالأمر لا يعاني من مرض معدي. تبين أن ساعة التدخل قد حانت. حضر إلى عين المكان رئيس الأمن الإقليمي، وتم تشكيل فريق للتدخل من 20 من أفراد الأمن. تم تطويق العمارة التي تأوي الشقة التي يوجد بها أفراد العصابة، وارتقى عدد من أفراد الأمن أسطح العمارات المجاورة. كانت الخطة تقتضي أن لا يترك مجال لفرار أي من أفراد العصابة. في الساعة الرابعة عصرا تقدم العميد بمفرده إلى باب الشقة، ادعى أنه من المرشحين للعمل في ليبيا، وما أن فتح الباب حتى اقتحم الشقة 10 من أفراد الأمن من الأقوياء، فاجأوا 3 رجال كانوا يرتدون الزي الخليجي. في تلك اللحظة كانوا بصدد استلام مبلغ مالي من أحد الضحايا. تم تفتيش الشقة وحجز كل وسائل الإثبات. تم تصفيد 3 واقتيد رفقة الزبون الأخير إلى مفوضية الشرطة، كما تم إلقاء القبض على الشخص الرابع في العصابة. تم إقفال الشقة وختم بابها بالشمع الأحمر لمعاودة تفتيشها إن اقتضى الحال. حجز رئيس الشرطة القضائية كل الوثائق والحقائب التي كانت في الشقة، وتم نقل المحجوز إلى مقر المفوضية حيث بوشرت عملية فحصها. تم اكتشاف 2 جوازات للسفر مزيفة ومن جنسيات مختلفة، وكانت تحمل صورة شخص واحد. أول من تم استنطاقه هو الشخص الذي كان ممسكا مفتاح الشقة. تبين أنه مجرد عامل استخدم لتنظيم عملية دخول المرشحين للعمل الضحايا، وأنه لا صلة له بالفعل الإجرامي. كان نفسه يعتقد أنه يعمل لحساب شركة ليبية. الأدلة والحجج التي توفرت لم تترك للثلاثة الباقين مجالا للإنكار. يعترفوا بما نسب إليهم من أفعال اقترفوها في أجدير ووجدة وفي طنجة. اتضح أن العقل المدبر لتلك الأفعال الإجرامية هو المدعو عثمان الإفريقي، وهو مغربي من مواليد الدهر البيضاء في العام 1960. صرح بأنه هاجر للعمل في العربية السعودية، حيث قضى 5 أعوام في خدمة إحدى الشركات الكبرى. بدأ مساره في الشركة كعامل بسيط بمطار جدة، ثم تمت ترقيته إلى مساعد في مصلحة الشحن بالمطار. وبسبب ارتكابه مخالفة لقانون الهجرة في السعودية تم ترحيله إلى المغرب. قبل طرده من العمل كان قد سرق عددا من جوازات السفر تعود لمواطنين من بلدان عربية مختلفة. قال إنه بعد طرده من العمل قرر استعمال تلك الجوازات، وخاصة التي تعود إلى مشارق، في أعمال إجرامية تسيء إلى سمعة تلك البلدان. في سياق ذاك التوجه الإجرامي عمد الإفريقي إلى إحداث شركات وهمية يقدم نفسه على أنه المتحدث باسمها، ويوهم ضحاياه بتمكينهم من فرص عمل في بلدان خليجية وعربية. في الدار البيضاء التقى عاطلين عرض عليهما مشروعه فوافقا على أن يكونا شريكيه. كانت أول عملية نصب قامت بها هذه المجموعة شراء ورقتين من فئة $100 تم استنساخهما وتكوين حزم مالية. في أجدير اعترف عثمان الإفريقي أنه حجز غرفة في أحد الفنادق الفخمة قضى بها 3 أيام قبل أن ينتقل مع رفيقيه إلى الغرفة المفروشة التي اتخذوها مكتبا للشركة السعودية الوهمية. بعد استقرارهم هناك استخدموا شابا أوهموه بنقله معهم إلى السعودية، حيث سيتقاضى راتبا هو ضعف ما يتقاضاه في أجدير. كانت مهمة هذا الشاب تنظيم عملية إدخال المرشحين للعمل الذين تم استقطابهم بواسطة الإعلان المنشور في صحيفة محلية. نعلم بقية القصة. في أجدير تم النصب على 10، وتوصلت مصالح الأمن بشكايات من 23 شخصا جرى النصب عليهم. في أجدير استولت العصابة على مبلغ مالي يزيد على 345,000 درهم. قضى أفراد العصابة 2 أسبوع في أجدير ثم اختفوا. كانت مدينة وجدة وجهتهم التالية. لم يغيروا سيناريو الاستقطاب، إعلان في جريدة محلية،
شقة مفروشة تم استئجارها لاتخاذها مركزا لتسجيل المرشحين للعمل، ثم مواعيد يدفع خلالها المرشحون ثمن تذاكر السفر. عندما غادرت العصابة مدينة وجدة كانت قد استولت على نحو 500,000 درهم. بعد أكثر من 6 أسابيع ظهرت العصابة في طنجة، ولكن طنجة كانت محطة أخيرة في مسيرة تلك المجموعة الإجرامية. رأينا أن وصول العصابة إلى مدينة طنجة صادف حالة اليقظة التي كانت قد وضعت بها مختلف الأجهزة الأمنية تأسيسا على توقع تحرك جديد لتلك العصابة بعد عمليتيها في وجدة وقبلها في أجدير. جاءت اعترافات شريكي المدعو عثمان الإفريقي حاملة تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل العصابة وخططها الإجرامية، كما أن المواد التي تم حجزها في الشقة المفروشة بطنجة وفضلا عن جوازات السفر تضمنت وثائق مختلفة. نتائج الخبرات التي أجريت على جوازات السفر التي عثر عليها أفادت بأن الأمر يتعلق بجوازات سفر سليمة تم تبديل صور أصحابها بتقنية عالية وتعويضها بصورة المدعو عثمان الإفريقي. أثبتت التحريات وأبانت أيضا اعترافات الظنين بأنه استعمل 3 جوازات من تلك الجوازات التي سرقها بينما كان يعمل في العربية السعودية. في مدينة أجدير استعمل جواز سفر مصري كان يحمل صورته، ولكنه يحمل اسم صاحب الجواز الأصلي، وقد سخر تلك الوثيقة في حجز غرفة في الفندق. أما في مدينة وجدة فقد استعمل جواز سفر يعود إلى مواطن ليبي، بينما استعمل في مدينة طنجة جواز سفر تونسي. تعدد جوازات السفر التي استعملها الظنين جعل في مرحلة أولى صعبا تقفي أثره، ذلك أن أيا من تلك الجوازات لم يتم ختمه في نقطة الحدود. علمنا في مستهل اعترافاته أنه رحل من العربية السعودية منذ فترة لخرقه القوانين المتعلقة بالهجرة. ضمن الوثائق التي تم حجزها أيضا نماذج لعقود عمل ودفاتر تواصيل. بيّنت الخبرة التي تم إجراؤها في مختبر الشرطة العلمية أن الورقة المستعملة في كل تلك الوثائق من عينة واحدة، كما أن تحرير مضامينها تم باستعمال آلة راقنة واحدة. تولت الشرطة القضائية بطنجة هذا الملف، وبتنسيق مع الشرطة القضائية بالدار البيضاء تم تفتيش منازل الأظناء 3 الذين ينحدرون من تلك المدينة، فتم اكتشاف الآلة الكاتبة التي سخرت في صياغة الوثائق، وأيضا دفاتر حسابات بنكية تعود للأظناء، وقد تبين أنهم أودعوا تلك الحسابات مبالغ مالية هامة حصلوا عليها من عمليات النصب التي قاموا بها. وقد تم إشعار المؤسسات البنكية التي توجد بها تلك الحسابات بمنع صرف أي مبلغ مالي إلى حين صدور الأحكام القضائية. كثيرة هي قضايا النصب التي تعاملت معها مصالح الشرطة، وكانت القضية التي عرضناها أمس واليوم واحدة من تلك القضايا التي أبانت عن أن النصب والاحتيال كثيرا ما تلفع بلفاع الجدية والنزاهة. تطورت حرفة النجافة عبر العقود. في البداية كانت حرفة النجافة تؤول إلى امرأة فاتها قطار الزواج لسبب أو لآخر، وفي الغالب الأعم تكون امرأة لها من الجرأة ما يكفي لاقتحام ما وراء أبواب الأسر والعائلات. كانت هي العين التي ينظر بها الخاطب إلى التفاصيل الدقيقة للبنية الجسمية لتلك التي ينوي التقدم لخطبتها. كانت النجافة وقت ذاك لا تتوانى في ملاحقة الشابات في الحمامات لتأتي للأسر التي تريد الخطبة بما يكفي من المعلومات حول الفتاة المرشحة للزواج. لم يكن هناك من يشترط في النجافة نقاء الماضي أو الحاضر حتى، كل ما كان يهم أن تكون قادرة على أن تأتي بالنبأ اليقين والصورة الكاملة الواضحة لتلك التي يراد ترقب بأهلها. كان ذلك في عقود خلت، هي ذكرى قليلون هم الذين يستحضرونها وهم يطرقون أبواب النجافات. الأمور تغيرت الآن، وصار لحرفة النجافة مقام تبرز أهميته في مناسبات الأعراس والخطوبات.
في مطلع خمسينيات القرن الماضي عرفت في فاس امرأة باسم الضوية لاليجو. في الحقيقة لم يكن الاسم الثاني سوى تحريف لاسم لاليجيون اترانجير، الفيلق الأجنبي التابع للجيش الفرنسي. زمنها كان المغرب يعيش تحت الاحتلال الفرنسي، وكانت الضوية شابة لها بعض من الجمال، تتجمل وتتزين وتضع على وجهها ألوانا من المكياج، وتخرج لاصطياد زبنائها من جنود الفيلق الأجنبي، ولذلك سميت الضوية لاليجو. نحن الآن في العام 2005، تقدم العمر بالمرأة وكثيرون نسوا ماضيها، وهي بعد كل تلك السنين التي توالت لا ترغب في الالتفات إلى ماضيها ذاك. لعلها دفنت ضوية لاليجو. في كل الأحوال هي تظن أن الفتاة المومس التي كانت لم يعد لها وجود اليوم. بعد كل هذه السنين يسرها أن يناديها زبناؤها بالحجة ضوية. لا أحد يعلم علم اليقين إن كانت المرأة أدت فريضة الحج، المهم أنهم ينادونها الحجة احتراما. بعد حصول المغرب على الاستقلال تحولت الضوية لاليجو إلى نجافة محترفة، كانت تقدم خدماتها بشكل أساسي إلى العائلات الثرية في فاس، تأتيهم بالمعلومات التي يريدونها، وقد أتاح لها ذلك أن تنسج شبكة من العلاقات، بل إنها مع مرور الوقت تمكنت من أن تؤسس لفرقة متكاملة تتولى كل ما يرتبط بالنجافة من تزيين للعرائس وتدبير لتقديمهن إلى الحضارات في الأعراس وما إلى ذلك. كانت فرقة الحاجة الضوية للنجافة تتكون من عدد من النساء فضلا عن رجال يتولون كل ما يتعلق بالنقل وتحضير اللوازم. في العام 2005 كان زبناؤها يعدون بالمئات، كما أن نشاطها تجاوز حدود مدينة فاس إلى مكناس بل إلى الدار البيضاء. صارت لها أجندة تضبط مواعيدها، ولم تكن تدرج ضمن تلك المواعيد أي زبون ما لم يدفع تسبيقا لا يقل عن نصف المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه. أكثر من ذلك كانت الضوية النجافة تجعل الزبون يقبل بأنه إذا ما ألغى موعده فلن يسترجع سنتيما واحدا من التسبيق. عرفت الضوية طريقها إلى الشهرة، وكان الإقبال عليها يزداد، ولكنها مع كل ذلك لم تتمكن فيما يبدو من التخلص من رواسب شبابها الذي أمضته متنقلة بين أحضان جنود الفيلق الأجنبي في الجيش الفرنسي لليجيون إترانجير. زمنها كانت كثيرا ما تستحوذ على ما قد يكون بحوزة أحد أولئك الجنود من أشياء لها قيمة ما. تخطت الضوية حدود حرفة النجافة ودخلت مجال العرافة والشعوذة. تعد الفتيات اللواتي تخشين أن تلحق بهن العنوسة بزواج سريع وبفسخ ما يعرف بالتقاف. كان مجال عملها كنجافة يتيح لها قاعدة واسعة من الزبونات، وكانت الشعوذة والتوسط فيها نشاطا آخر يدر على الضوية مبالغ مالية لا يستهان بها. كان زوجها يتقمص دور العراف ويتخذ قناع فقيه سوسي عارف بأحوال الجن وتسخيرهم. كان يدعي أنه يتحكم في جني استقدمه من السند. كثيرات هن اللواتي كن تصدقن ما تدعيه الضوية، التي في الحالات التي لا يتحقق فيها ما تطمح فيه الواحدة من تلك الزبونات كانت تقول إن تحقيق المراد تعذر، لأن الجني الذي يتحكم في الزبونة من الأرض السابعة، والجني الذي يملك رقبته الفقيه السوسي ليست له قوة الغوص إلى الأرض السابعة. عدا الشعوذة التي كانت تمارسها كنشاط مواز، فإن الضاوية ظلت ترتكز أساسا على عملها كنجافة. كانت حين يأتيها زبناء من خارج مدينة فاس تشترط عليهم نقلها بسيارة فاخرة وأن يتم إسكانها في شقة محترمة. كانت طلباتها مجابة، وكانت تبرر كل تلك الشروط بضرورة تأمين ما تحمله معها من حلي ذهبية ومجوهرات تستعملها في تزيين العرائس. كانت تحمل في كل تنقلاتها حقيبة يدوية كبيرة تحتوي على كل تلك الحلي التي تحتاج إليها العروس. كانت لماعة، ولم يكن بمقدور أي كان يعرف ما إذا كانت حليا من ذهب أم أنها حلي من معادن أخرى تم طلاؤها بالذهب.
ذلك سر تحرص الضاوية على ألا يعلمه أحد. وفي كثير من الأعراس كانت تدبر بمساعدة واحدة من مساعداتها عملية ابتزاز لأصحاب الحفل، إذ تدعي والقاعة ملأى بالحضور أن إحدى قطعها الذهبية الثمينة قد سرقت. لم تكن تتوانى أحيانا في أن تستعير الميكروفون من جوق الغناء لتنادي بصوتها المبحوح أن قد سرقت إسويرة أو دملج من قطعها، كانت تهدد باستدعاء الشرطة إن لم تعد إليها القطعة. كان أهل الدار يخشون الفضيحة ويخافون أن يؤثر ذلك على سمعتهم، فيضطرون إلى إسكات الضاوية لقاء قدر من المال. أسر كثيرة وجدت نفسها في ورطة. في 25 من يونيو من العام 2005 كانت الضاوية في الدار البيضاء، حيث تولد زينة عروس إحدى العائلات الثرية. كان الحفل مقاما في فيلا تلك العائلة، عائلة الحاج عبد الرحمن المتطوع، وهو رجل أعمال معروف. مرت كل مراحل العرس بأمان، وبعد أن انتهت الضاوية من تقديم العروس متشحة بزينات متعددة، فوجئت بها أم العروس وهي تقول إن تاج الذهب الذي كانت تضعه على رأس العروس قد اختفى، وإنها تريد حضور الشرطة قبل أن يتفرق الحاضرون، وكانت في جملتهم شخصيات وازنة في عالم السياسة والمال والأعمال. هدأتها أم العروس وطلبت منها أن تمهلها دقائق حتى تعرض الأمر على الحاج عبد الرحمن. أبلغته ما تدعيه الضاوية النجافة. كان الرجل مطمئنا إلى أن التثبت من صدق ما تزعمه الضاوية لن يستغرق وقتا طويلا. قصد إلى مكتبه في الطابق الأول من الفيلا، اتصل بوالي أمن الدار البيضاء وأبلغه بالنازلة. كانت النجافة تهدد بنسف العرس بأن تعلن أمام الجميع أنها تعرضت لسرقة إحدى أنفس قطع الحلي التي تملك، تاج الذهب الذي كان يرصع هامة العروس في تلك الليلة. أوكل والي الأمن إلى أحد العمداء التوجه إلى فيلا الحاج عبد الرحمن المتطوع لاستجلاء حقيقة ما تدعيه النجافة. قبل وصول العميد تقدم الحاج عبد الرحمن إليها وأبلغها بأن الشرطة في طريقها للحضور، وإنها سوف تساعد على كشف من سرق التاج. بدت الضاوية وقد فاجأها ما قاله الرجل، ارتبكت، بدأت تحاول إيجاد مخرج من الورطة التي وقعت فيها. كان الحاج عبد الرحمن وهو يقدم على الاتصال بالشرطة موقنا تماما بأن التاج المذهب لم يسرق. كان منزله مجهزا بكاميرات للمراقبة، وقد عمد إلى مراجعة التسجيلات، فاكتشف أن إحدى مساعدات النجافة هي التي أخذت التاج وأخفته في حقيبتها. حضر العميد محمد العقاري إلى فيلا الحاج المتطوع. كان حفل الزفاف في مراحله الأخيرة، كان الحضور حول موائد العشاء ترافقهم الإيقاعات الأندلسية الرفيعة. استقبله رب الأسرة وعرض عليه التسجيل، حيث تظهر كل التحركات التي شهدها محيط الغرفة التي كانت توجد بها العروس. في مكتب الحاج عبد الرحمن بدأ العميد الاستماع إلى ما تدعيه الضاوية. قالت إنها فقدت التاج المذهب، وإنها مراعاة لسمعة عائلة الحاج عبد الرحمن تتراجع عن تقديم أي شكاية ضد أي كان. اصطنعت ابتسامة لم تخفي الاضطراب الذي على ملامحها، ثم قالت في النهاية إنه ليس تاج من ذهب، وإن قيمته ليست كبيرة. ما أن أنهت أقوالها حتى طلب منها العميد أن ترافقه إلى حيث توجد مساعداتها. توجه بشكل مباشر إلى تلك التي ظهرت في التسجيل المصور وهي تخفي التاج. دون مقدمات طلب منها أن تخرج القطعة المذهبة. ترددت، ولكنها ما لبثت أن انثنت أمام إصرار العميد. أخرجته من حقيبة كانت في زاوية الغرفة. قالت إنما فعلت ذلك بأمر من مشغلتها الضاوية. كانت الضاوية لليجو التي تحولت إلى نجافة نصابة محترفة. اعترفت بأعمال نصب عديدة قامت بها ضد أسر في فاس والرباط وفي مكناس قبل الدار البيضاء. أنجز العميد مسطرة اشتملت على اعترافاتها المفصلة، وتم تقديمها أمام وكيل الملك الذي أمر بوضعها رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولها أمام المحكمة الابتدائية.
يذكر المهاجرون المغاربة المقيمون في بلجيكا أن العام 74-900 من المحطات الرئيسة في تدفق اليد العاملة المغربية على هذا البلد الذي يحتضن مقر السوق الأوروبية المشتركة قبل أن تصير الاتحاد الأوروبي، وكثيرون هم الذين تمكنوا وقتها من الحصول على أوراق الإقامة ورخصة العمل. زمنها لم يكن هناك أي حديث عن التجنس. في بروكسل كان المهاجرون المغاربة أغلبهم يسكنون جماعة سكاربيك ومولنبيك، وقد صارت أسماء تلك الجماعتين كما أسماء شوارع وساحات ومحطات قطار مثل لاغار دو ميدي وشارع جوزافات من الأسماء المألوفة حتى بالنسبة لأفراد عائلات المهاجرين الذين ظلوا في قراهم في الريف أو في أحيائهم في طنجة أو تطوان أو في الناظور والحسين. كان المهاجرون العائدون لقضاء عطلة الصيف يحكون عن مغامراتهم مع أرباب العمل ومشاكلهم التي تبدأ بجهلهم اللغة الفرنسية أو الفلامانية ولا تنتهي. الأكثر شبابا من بينهم أولئك الذين كانوا يحسبون أنهم أكثر قدرة على النفاذ إلى قلب المجتمع البلجيكي كانوا يحكون عن مغامرات من نوع آخر، كانت حكايات غرامية وقصصا فيها الكثير من الخيال، وكانوا في مقهى الدوار حين يتحلق حولهم الذين لم يتمكنوا من الهجرة يبدون قدرة خرافية على شد انتباه أبناء القرية. في السنوات تلك مطلع الثمانينيات لم يتردد كثيرون في اصطحاب أصدقاء وصديقات بلجيكيين إلى المغرب، عدد منهم تزوجوا، وكان في ذلك بالنسبة إليهم أكبر دليل وأوفى حجة على قدرتهم على النفاذ عميقا في المجتمع البلجيكي. وحين يعودون إلى بلجيكا التي ليست في واقعهم اليومي سوى بروكسل ونواحيها يحكون مغامرات الصيف تلك التي عاشوها على شطآن الشمال، ويحكون عن الأعراس والأفراح وزيارات الأضرحة أضرحة الأولياء والصالحين وعن الولائم وكل تلك اللحظات الجميلة. كانت الحكايات تلك تشغل أسابيع ما بعد العودة من المغرب في تلك المقاهي التي افتتحها مهاجرون مغاربة في سكاربيك أو مولنبيك. في إحدى تلك المقاهي التي كانت معروفة باسم مقهى عبد الخالق في شارع جوزافات كان يلتقي كل مساء وأيام الأحد المهاجرون المنحدرون من تطوان وطنجة والمناطق القريبة منهما. لم يكن المكان فسيحا، كان دكانا وضعت به بضع طاولات. هناك كانت تقدم أكواب الشاي بالنعناع كتلك التي يمكن تناولها في أي مقهى من المقاهي الشعبية في طنجة أو تطوان، وكان أغلب الزبناء من هواة لعبة البارتشي الشهيرة في طنجة وفي تطوان. في مقهى عبد الخالق لم يكن المشهد يكتمل إلا بحضور العرب التطواني، كذلك كانوا ينادونه. كان رجلا في مستهل العقد الخامس من عمره ذا بنية قوية، وكان إلى ذلك وسيما، وقد ترك شعره يتدلى على القفا ولم يغير تسريحته حتى بعد أن لم يعد من الموضة إطالة الشعر. وإلى ذلك فقد كان يتقن لعبة البارتشي والدومينو ناهيك عن الكارتا لعبة الورق. كان العرب التطواني في جملة المهاجرين الذين استقروا في بروكسل في سياق موجة العام 74-900، ومنذ ذلك الحين لم يغادر بروكسل. كان يقول إن والديه توفيا منذ سنوات بعيدة وإنه كان وحيدهما، ولذلك لم يكن يرى فائدة في العودة إلى المغرب. صحيح أن قصته الغريبة أثارت بعض التساؤلات في البداية، ثم ما لبث رواد مقهى عبد الخالق أن غدوا الطرف وأمسكوا عن التساؤل. ما كان يهمهم في علاقتهم بالعربي أنه فضلا عما عرف عنه من إجادته البارتشي كان يتقن الحكي، كما أنه كان خبيرا في نظرهم في بطولة إسبانيا لكرة القدم. لم يكن يتوانى في الحديث لساعات عن هذا اللاعب أو ذاك، عن أصله وطفولته وأسرته. أحيانا كان يزل به لسانه فيزعم أنه يعرف هذا المدرب أو ذاك اللاعب معرفة شخصية. كان جلساؤه يعلمون أنه أحيانا يكذب ويلفق الحكايات تلفيقا،
ولكنهم كانوا يغضون الطرف. لم يكن للعرب التطواني عمل قار، فقد عمل في أوراش البناء الباطمات كما كان يسميها المهاجرون، كما عمل حارسا في مخزن للخشب، وقد ظل يسكن وحيدا تلك الشقة الصغيرة القريبة من بارك جوزافات، شقراوات كثيرات تعاقبن على رفقته، ولا واحدة منهن استطاعت أن تظفر به زوجا. ذات مساء دخل العرب المقهى، كان سكرانا ثملا يتمايل، قصد إلى طاولته التي اعتاد الجلوس إليها، كانت في الزاوية، جلس ولم يتكلم. في شهر ماي كان أغلب رواد المقهى منشغلين بالتحضير لرحلة الصيف إلى المغرب، يبحثون عن سيارات مستعملة يصلحونها ويشترون ما سيحملونه من هدايا إلى عائلتهم. لعل العزلة التي أحس بها العربي جعلته يفرط يومها في شرب الخمر. من زاويته كان يراقب. في وسط المحل تحلق أربعة حول طاولة يلعبون البارتشي، من حين لآخر كانت قهقهاتهم تعلو. يومها لم يجلس أحد إلى طاولة العرب التطواني. فجأة بدأ يتكلم. حالة السكر المتقدم التي كان عليها تجعل كلامه غير مفهوم تماما. وقف كمن يريد أن يخطب في جمع، قال وقد اقترب من لاعبي البارتشي: تريدون الذهاب إلى المغرب؟ اذهبوا، أما أنا فلن أذهب هذه المرة أيضا. نطق أحدهم: ولماذا؟ لأنني خائف. كانت المرة الأولى التي قال فيها العرب تطواني إنه خائف من العودة إلى المغرب. ومما أنت خائف بالعربي؟ إنهم ينتظرونني ومنذ أكثر من 10 أعوام. من؟ الشرطة. الشرطة؟ تساءل أحدهم مستغربا. نعم الشرطة، قال آخر ساخرا. أرى أن عليك أن تعود إلى سكنك وتأخذ قسطا من الراحة، أظن أن الخمرة لعبت برأسك بالعربي. تراجع العربي التطواني إلى زاويته، سكت بضع دقائق، حسب الجالسون وسط المقهى أنه نام، ثم فجأة عاد إلى الحديث: اليوم لن أحدثكم عن البرسا ولا عن الريال، ولن أحكي لكم مغامراتي الأخيرة مع إيزابيل. مغامرتي الحقيقية بدأت قبل العام 74، قبل أن آتي إلى بلجيكا مهاجرا. استنفر ما فاه به العربي اهتمام المتحلقين حول صفحة البارتشي. كان أحدهم يمسك بقطعة زهر الطاولة بين سبابته وإبهامه. كان الدور دوره، ولكن ما نطق به العربي جعله يركز انتباهه عليه كما الآخرين. نهض العربي ووضع يديه على الطاولة وكأنه يخشى أن يقع. ابتلع ريقه ثم قال: نعم الشرطة المغربية تبحث عني. لقد غادرت المغرب إلى إسبانيا في العام 72 900 وألف. تسللت إليها من بوابة سبتة، وكنت قبل بضعة أيام من فراري في خريف ذلك العام قد سطوت على خزانة الوكالة البنكية التي كنت أعمل بها، كنت مسؤولا عن الخزانة. أمسك العربي عن الكلام. كان ثلاثة آخرون من رواد مقهى عبد الخالق قد دخلوا ملقين بالسلام. كان المشهد مثيرا، ثم استأنف الحديث: نعم لقد سرقت الوكالة التي كنت أعمل بها، كانت حصيلة ما سرقته 15 مليون سنتيم. كان المبلغ خرافيا في مطلع سبعينيات القرن الماضي. ماذا فعلت بالمال؟ سأل صوت من وسط المقهى. وما الذي يهمك أنت؟ كانت الكلمات تغالب العربي لفرط سكره ذاك المساء. أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، أضاف العربي. علت القاعة قهقهات. نعم أنت لا تعرفني، استطرد العربي. أنت تعرف العربي التطواني، وأنا لست العربي ولا التطواني. ساد القاعة صمت رهيب. الذين كانوا حاضرين ذهلوا لما سمعوه، فإذا لم يكن الواقف أمامهم العربي التطواني الذي عرفوه منذ سنوات، فمن يكن الرجل؟
كان العربي يتكئ على الطاولة بيديه وينظر إلى المتحلقين وسط المقهى. قال وكأنه يجيب عن كل تلك الأسئلة التي تحملها نظرات الحاضرين: نعم، أنا لست العربي التطواني، أنا أحمد العسراوي، أحمد العسراوي الذي ماتت أمه قبل يومين ولم يتمكن من رؤيتها ولا سماع صوتها ولا تقبيل يدها. ماتت أمي ولم أرها، لم أرها منذ العام 72. لقد جاءني اليوم خبر وفاتها. يا ليتني لم أسرق الوكالة البنكية التي كنت أعمل بها. في النهاية ضاع كل ما سرقته، التهمته طاولات القمار في مربية وفي برشلونة. أنا أحمد العسراوي الذي خسر كل شيء. كانت عيناه تدمعان. أدرك رواد مقهى عبد الخالق أن الرجل يعيش مأساة حقيقية. بدأ العربي يلطم خديه بقوة، بدأ وقد دخل في حالة من الهستيريا، ثم في لحظة هوى على الأرض. أسرع اثنان من رواد المقهى إليه، كان فاقدا الوعي. اتصل أحدهم بالنجدة. لما وصلت سيارة الإسعاف بعد أقل من ربع ساعة كان الرجل قد فارق الحياة. استمع ضابط الشرطة الذي حضر إلى من كانوا موجودين في المقهى. لم يكن العربي نكرة، فقد سبق للشرطة أن تعاملت معه في قضايا عنف إزاء بعض من رفيقاته. استغرب رواد المقهى كون الشرطة تعلم أن الاسم الحقيقي للعربي التطواني هو أحمد العسراوي، لم يغير اسمه في وثائقه الرسمية. بعد أيام كان عدد منهم يتطوعون لإتمام إجراءات نقل الجثمان إلى المغرب. نحن في العام 84900. رحل العربي دون أن يكمل قصة هروبه من تطوان قبل نحو 12 عاما. صدمة وفاة والدته جعلته يكشف السر الذي ظل يؤرقه كل تلك السنين، ولكن الموت باغته ولم يكشف كل التفاصيل. مساء الخامس من أبريل من العام 2000 بدأ تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس يجمع ما كان معروضا من حلي في واجهة متجره الكائن بشارع علال بن عبد الله بالرباط. لم يكن فيما يقوم به جديد، فقد دأب كباقي تجار المجوهرات على جمع الحلي المعروضة ووضعها في الصندوق الحديدي خشية تعرض المحل لعملية سطو. وبينما كان يهم بوضع آخر القطع في الصندوق الحديدي، اقتحم محله رجلان مقنعان. كان كل واحد منهما يحمل في يده مسدسا، لم يترك له فرصة للاستغاثة أو المقاومة. كان المقنعان قويي البنية، ولذلك تحاشى عبد الرحمن مواجهتهما. وضع أحدهما فوهة المسدس على صدغ التاجر، ما اضطره للانقياد والاستجابة. سلمهم ما كان في الخزانة من مجوهرات، وبسرعة وضع تلك الحلية اللماعة في حقيبة جلدية وخرج مسرعين. ركب سيارة رباعية الدفع كانت مستوقفة في باب المحل وانطلق. خرج عبد الرحمن النحاس مهرولا، تمكن من تسجيل رقم السيارة ونوعها واتصل فورا بشرطة النجدة. غير بعيد كانت تمر دورية للأمن الوطني، تلقت الأمر وعرجت على شارع علال بن عبد الله، ثم توقفت عند متجر عبد الرحمن. كان الرجل واقفا بالباب، بدا شاحبا لهول ما تعرض له. قدم رقم تسجيل السيارة التي ركبها اللصان. كان الضابط ينقل تباعا تلك المعلومات إلى قاعة المواصلات. بعد وقت قصير تم الإبلاغ عن رصد السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية، ثم ضبطها قرب شارع الجزائر، ثم أخذت وجهة قنطرة مولاي الحسن. لاحقتها سيارة شرطة ولم تتمكن من أن تدركها، وظل الطاقم الموجود على متنها يلاحقها ويتبع وجهتها. عبر قاعة المواصلات تم تدبير وضع حاجز على الطريق التي قد تسلكها السيارة المطاردة. لم يخف عن اللصين أنهما ملاحقان، ولما بلغ قنطرة مولاي الحسن ألقى الذي كان بجانب السائق بالحقيبة إلى ضفة نهر أبي رقراق، إلى موقع
لم يكن مغمورا بالماء، لم يكن بمستطاع رجال الأمن الذين كانوا يلاحقون السيارة أن يتنبهوا إلى الأمر. عبرت السيارة رباعية الدفع القنطرة في الجانب الآخر على مسافة نحو 200 متر. كانت مصالح الأمن بسلا قد أقامت حاجزا، تم اعتراض طريق السيارة وتوقيفها والقبض على الرجلين اللذين كان على متنها، سيقا إلى مقر الشرطة القضائية. وحين تفتيش السيارة لم يتم العثور على الحلي المسروقة. كانت الحجة المادية التي يتوقف عليها إثبات تورطهما في عملية السطو التي تعرض لها تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس غير متوفرة. العميد محمد الزيات الذي تولى هذا الملف لم يتمكن من الوصول إلى ما يؤسس عليه اتهام الظنينين بالرغم من مواجهتهما مع الضحية، فقد صرح الذي كان يسوق السيارة بأنه كان مستعجلا لقضاء بعض الأغراض ولذلك أفرط في السرعة وارتكب مخالفة لقانون السير. مضى إلى أنه يقر بارتكابه مخالفة وأنه لا يعقل أن يكون ذلك سببا لاتهامه بالقيام بعملية السطو. لم يتردد في القول إن ذلك سيكون عملا سخيفا. لم يتم العثور مع الظنينين على المجوهرات المسروقة ولا على المسدسين اللذين قال عبد الرحمن النحاس إن اللصين استعملاهما لتهديده وإجباره على تسليمهما الحلية الذهبية. وجد العميد محمد الزيات نفسه في مواجهة شخصين لا شيء ثابت ضدهما سوى مخالفة قانون السير بالإفراط في السرعة. كان في قرارة نفسه ينزع إلى أن ما يدعيه تاجر المجوهرات لا يخلو من صدق. وضع الرجلين رهن الحراسة النظرية على البحث عن الحلي المسروقة يثمر. ولما انقضت المدة القانونية للحراسة النظرية لم يكن أمام العميد من خيار سوى تقديم الرجلين إلى النيابة العامة. ولما مثل أمام نائب الوكيل العام للملك تمسك بإنكارهما كل صلة لهما بعملية السطو التي يدعيها تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس. وبالنظر إلى عدم توفر أدلة إثبات فقد قرر ممثل النيابة العامة إخلاء سبيلهما، لكن دون حفظ الملف، إذ أعاده إلى الشرطة القضائية مع أمر بمتابعة البحث. أحس العميد محمد الزيات بثقل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، وفي الآن نفسه كانت بالنسبة له فرصة إضافية لمحاولة إثبات صدق حسه كرجل شرطة. كان شبه موقن بأن الرجلين متورطان في عملية السطو. كان التاجر يقول إنهما وضعا ما استوليا عليه من حلي في حقيبة جلدية، ولكنهما حين أوقف لم يتم العثور معهما على حقيبة جلدية ولا على أي أثر من تلك الحلي التي اختفت. كان اللغز محيرا وكان يؤرق العميد الزيات. كان اللصان لما ألقيا من سيارتهما بالحقيبة الجلدية ينويان العودة إلى المكان واسترجاعها بعد أن يتخلصا من ملاحقة الشرطة، ولم يعلما أن الحقيبة حطت غير بعيد من مكان كان يوجد به أحد أولئك الذين دأبوا على ارتياد ضفة أبي رقراق بحثا عن الديدان التي يقومون ببيعها للصيادين الذين يتخذونها طعما. كان الرجل يدعى المختار بن جابر وكان معروفا بلقب الهداوي. ما أن رأى الحقيبة حتى أسرع إليها كان وحيدا في ذلك المكان، تراجع إلى جهة الجسر ثم انزوى بين الصخور وفتح الحقيبة. ذهل لما رأى، إنه كنز حقيقي كذلك الذي ظل يحلم به منذ سنوات بعيدة. وضع الحقيبة في عربة صغيرة كان يحمل فيها أغراضه. في تلك الليلة قال الهداوي إنه لن يتعب نفسه في نبش الوحل لاستخراج الديدان. غادر المكان وتوجه إلى كوخه القريب من ضريح سيدي موسى الدكالي في الحي الذي يحمل الاسم نفسه. لما دخل وأغلق الباب بإحكام وعلى ضوء شمعة فتح الحقيبة وأخرج ما كان بها، دمالج وسلاسل وخواتم من ذهب وأحزمة من ذهب ترصعها أحجار نفيسة كانت شديدة اللمعان تحت ضوء الشمعة. سافر الهداوي بخياله بعيدا، لم يعد يشتم تلك الرائحة النتنة التي تلازمه كلما مضى للنبش بحثا عن الديدان في ضفة أبي رقراق.
لم يدر كم مر من الوقت، ولكنه في لحظة ما استعاد وعيه بالواقع. كانت الشمعة في أنفاسها الأخيرة. جمع الحلي وأعادها إلى الحقيبة. قرر ألا يتصرف فيها إلا بعد أن ينقضي بعض الوقت ويفكر مليا في مشروع يكفيه بؤس الحياة التي يعيشها. كان ينوي الرحيل عن سلا وضريح سيدي موسى الدكالي، وإلى أن يحين الموعد فقد أخفى الكنز في مكان عده آمنا. لم يكن اللصان يعلمان بالذي حدث بعد أن حطت الحقيبة الجلدية على ضفة أبي رقراق. كان العميد محمد الزيات يرى أن وضع الرجلين تحت المراقبة قد يفضي إلى فك لغز المجوهرات والحلي المسروقة التي تبخرت فجأة ولم يعثر لها على أثر. لم يتردد وعجل بتكليف إحدى الضابطات من مصلحة الشرطة القضائية بتتبع أثر الرجلين. كانت الأنباء تصله متتالية. لما أخلي سبيلهما لعدم توفر دليل مادي يثبت التهمة المواجهة إليهما، أبلغت الضابط عائشة الحمادي عن كونهما أعاد السيارة رباعية الدفع إلى شركة كراء السيارات، وأنهما صارا يتنقلان على متن سيارة صغيرة. سجلت الضابطة التي كانت على رأس فرقة من الباحثين أن أول تحرك للرجلين كان إلى ضفة أبي رقراق. لاحظ من كان يراقبهما أنهما كانا يبحثان على شيء ما. أمضيا زهاء 3 ساعات. في اليوم التالي عاد وقد لبس أحذية مطاطية وصار ينبشان الطمي. بدا لمن يراقبهما أنهما لم يعثر على ما يبحثان عنه. كانت المعلومات تصل تباعا إلى العميد الزيات، وكان يرى في تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق من جهة قنطرة مولاي الحسن ما يشجع على إبقائهما تحت المراقبة. كان يظن أنهما أخفيا شيئا ما في ذلك المكان، وأن ذلك الشيء قد يكون دليل إثبات ضدهما. لم يكن ليخطر ببال العميد ولا أي من الباحثين أن ما يحاول الرجلان استرجاعه هو ما سرقاه من متجر عبد الرحمن النحاس. وبالرغم من مرور 3 أيام على إخلاء سبيلهما، وبالرغم من أنهما ظلا يترددان على ضفة أبي رقراق خلال تلك الأيام 3، حيث كانا يمضيان الساعات الطوال في البحث، فإنهما لم يعثر على شيء، فقرر أن يسلك سبيلا آخر علّه يفضي بهما إلى ما يبحثان عنه. على مدى 3 أيام ظل الرجلان اللذان نفذا عملية السطو على جوهرية عبد الرحمن النحاس يترددان على ضفة نهر أبي رقراق في محيط قنطرة مولاي الحسن. كانا يبحثان عن تلك الحقيبة الجلدية التي ألقيا بها لما كانت الشرطة تلاحق سيارتهما، وكانت تحتوي على كل ما استوليا عليه تحت تهديد السلاح من حلي ذهبية نفيسة. وقد أثار ترددهما على ضفاف النهر انتباه هواة الصيد الذين يرتادون المكان، وبشكل خاص أولئك الذين ينبشون الوحل بحثا عن الديدان التي يتخذها الصيادون طعما. لم يتفطن إلى أنهما مراقبان. كانت الضابطة عائشة الحمادي التي أوكل إليها أمر الإشراف على مراقبة الرجلين تبلغ العميد محمد الزيات أخبارهما أولا بأول. كان رجالها يأتونها بكل تفاصيل وكانت تنقلها إلى رئيسها. تبين للعميد أن وراء تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق سر قد يكون مفتاح حل اللغز المحير الذي يمثله اختفاء المجوهرات التي نسبت سرقتها إليهما. لم يكن العميد الزيات بكل التجربة التي راكمها في أسلاك الأمن الوطني ليستسيغ أن يفلت الظنينان من قبضة العدالة. كان شبه موقن أن الرجلين هما اللذان نفذا عملية السطو على تلك الجوهرية في شارع علال بن عبد الله. لم يكن له أن يصدع بما يعتقده إذ ليس بين يديه دليل إثبات. دليل الإثبات المفقود ذاك هو الذي جعل نائب الوكيل العام للملك يخلي سبيلهما. بعد أن أعياهما تقليب الوحل والبحث بين الصخور قرر أن يتقرب إلى أولئك المنقبين عن الديدان علهما يظفران منهم بما ينبئ عن مآل الحقيبة. غادر أحدهما المكان، امتطى سيارته ومضى إلى المدينة. قصد محلا لبيع الحلويات واشترى عددا منها وبضع قنينات من المشروبات الغازية. بعد أقل من ساعة
عاد إلى ضفة النهر. بدون أي تمهيد دعي المنقبون عن الديدان لتناول قطعة حلوى. تظاهر الرجلان بأنهما يريدان الكشف عن سر ترددهما على ضفة النهر، وزعما أنهما أضاعا مفاتيح منزلهما في الرباط قبل 3 أيام. ثم استدرج بعض ممن تحلقوا حول علبة الحلوى للكشف عن الذي تغيب يومها. كانت لذيذة قطع الحلوى، وبسهولة نطق أحدهم أن الهداوي لم يظهر في المكان منذ 3 أيام. ومن هو الهداوي؟ سأل أحد الرجلين. اقترب منه الذي تكلم. إنه واحد منا، يعمل هو الآخر في جمع الديدان لبيعها للصيادين. كان خلفه أحدهم ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن فم كاد يخلو من الأسنان، ثم قال: الهداوي يا سيدي رجل بدأ يتقدم به العمر، وهو يعيش بيننا منذ عدة سنوات. إنه يسكن كوخا بالقرب من ضريح سيدي موسى الدكالي. هل لك أن تدلنا على كوخه؟ إنه لا يبعد كثيرا عن مكاننا. ابتسم أحد اللصين، ثم بعد لحظات طلب من ذي الفم الذي كاد يخلو من الأسنان أن يرافقهما إلى كوخ الهداوي. كان أحد الذين تولوا مراقبتهما على صخرة في وضع صياد هاو، وما أن تحرك حتى اتصل بالضابطة عائشة الحمادي وأبلغها بذلك. في الجانب الآخر من الضفة كان أحدهم في سيارة مموهة يتبع خطوات الثلاثة. توقف ثالثهم بعد أن أشار إلى كوخ الهداوي. على الفور بلغت الضابطة بالأمر، وقد أول العميد محمد الزيات ذلك باحتمال أن يكون صاحب الكوخ شريكا لهما، أو أنهما أخفيا ما سرقاه من حلي عنده. وبينما استمرت المراقبة اتصل العميد الزيات بدائرة الأمن الوطني في حي سيدي موسى بسلا، سأل عن رجل معروف بالهداوي، وبمساعدة المفتش المكلف بالاستعلامات علم أن الهداوي رجل في عقده السادس، معروف في المنطقة ويأوي ليلا إلى كوخ بجوار ضريح سيدي موسى الدكالي، كما هو حال فقراء ومتشردين كثيرين يقصدون المكان ويستفيدون مما يجود به المحسنون من طعام. في ذلك اليوم لم يطرق اللصان باب الهداوي الذي صار بدوره محط مراقبة من الشرطة. بعد يومين عاد الرجلان، ترك سيارتهما غير بعيد، ثم تقدم إلى باب كوخ الهداوي. لما فتح دفعاه إلى الداخل واقتحم الكوخ. ظل هناك زهاء نصف ساعة، ثم خرج يجرانه نحو سيارتهما. ذهب به إلى مكان خال في شاطئ الأمم. انهال عليه بالضرب، ولعلهما لم يظفر منه بشيء لما أعاداه إلى مكان قريب من كوخه. كانت آثار الضرب بادية على وجهه. تريثت الضابط المكلف بالمراقبة. كان العميد الزيات يرى الإبقاء على الهداوي تحت المراقبة. صباح اليوم التالي خرج الهداوي من كوخه، وتبعه مفتش إلى أن وصل إلى باب بوحاجة. واصل سيره إلى حي الحرارين، حيث توجد عدة محلات لبيع المجوهرات. دخل أحد تلك المتاجر. لاحظ المفتش الذي تبعه أنه يعرض على التاجر خاتما من ذهب. وبينما كان التاجر يتفحصه اتصل المفتش بالضابط عائشة وأبلغها بالأمر. حضرت بسرعة. كان التاجر يطالب الهداوي بوصل حيازة الخاتم. تدخلت الضابطة وسألته عن مصدره. ادعى أنه عثر عليه في ضفة أبي رقراق، حيث يقوم بجمع الديدان لبيعها للصيادين. قبض على الهداوي وسيق إلى مفوضية الشرطة في سيدي موسى. باشرت الضابطة عائشة الحمادي استجوابه. أنكر كل علاقة بالرجلين اللذين اعتديا عليه. في تلك الأثناء استدعي تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس، الذي كان محله قد تعرض للسطو مساء ذاك 5 أبريل من العام 2001. لما وصل عرض عليه الخاتم، أكد أنه من القطع التي سرقت منها. لم يتراجع الهداوي عن أقواله، إذ ظل يؤكد أنه عثر على الخاتم بينما كان ينقب على الديدان. قال بائع المجوهرات إن محله مؤمن على السرقة، وإن الخسائر التي تعرض لها تزيد عن 200 مليون سنتيم.
أضاف أن شركة التأمين وافقت على دفع التعويض، وإنها تعرض مكافأة هامة على من يساعد في الوصول إلى اللصوص والتعاون مع الشرطة لاستعادة الحلي المسروقة. تقدم التاجر من الهداوي وقال له إنه سيعطيه 10 ملايين سنتيم إن هو تعاون مع المحققين. بلغت النيابة العامة بتلك التطورات، بينما قرر الهداوي البوح بما يعلم. قال إنه بينما كان في ضفة النهر مساء ذلك اليوم فوجئ بحقيبة تسقط غير بعيد عنه، كانت مملوءة بالحلي الذهبية. أخذها ثم مضى بها إلى كوخه قبل أن يخفيها في مكان آمن بين الصخور. كان يفكر في مشروع يخرجه من الفقر، وقد ظن أن الكنز لن يضيع منها لما باغته الرجلان اللذان ضرباه. علم منه المحققون أنهما هدداه بالقتل إن هو لم يعد إليهما الحقيبة لما يأتي إليه مرة أخرى. أيقن المحققون أن اللصين سيعودان إلى الهداوي، ولذلك تم إقناعه بالتظاهر بأن لا شيء حدث وأن يساعد في الإيقاع بهما. مساء ذلك اليوم عاد إليه، اقتحم كوخه، وبعد دقائق خرج يتقدمهما. توجه إلى صخور قريبة من الكوخ، وقف، كان أحد الرجلين ينهره، ثم وهو يتظاهر بالخوف منهما انحنى ينبش مكانا معينا بين تلك الصخور فأخرج الحقيبة، انتزعها منه أحدهما بقوة. في تلك اللحظة بالذات ظهر العميد محمد الزيات ومعه الضابط عائشة ورجالها. تم تطويق الثلاثة، صفد الرجلان واقتيد الجميع إلى مفوضية الشرطة. الآن توفر الدليل المادي الذي يثبت تهمة السطو المنسوبة إلى الظنينين. أحدهما كان يسمى عمر الطانجا ويعرف بالجن، رجل ذو سوابق، والآخر اسمه مروان الشيتا. علم المحققون منهما أنهما تعارفا في سجن الزاكي بسلا، حيث كان كل منهما يقضي عقوبة بالسجن. هناك اتفق على القيام بسرقة محل لبيع المجوهرات. كان الشيتا قد رحل قبل سنوات من فرنسا بسبب تورطه في أعمال سطو وسرقة. تم توثيق أقوالهما وقدما أمام الوكيل العام للملك بتهمة السرقة المشددة والضرب والجرح. ومع أن كل الحيلي قد ظهرت غير منقوصة، فإن تاجر المجوهرات عبد الرحمن التزم بوعده للهداوي، فجاءه بشيك بمبلغ 10 ملايين سنتيم. في تلك اللحظة فقط حكى الرجل قصته. كان بحارا في سفينة غرقت قبالة سلا قبل 20 عاما، كان من الناجين، لم يتمكن من العودة إلى مدينته العرائش، واتخذ من جوار ضريح سيدي موسى الدكالي مستقرا. بعد بضعة أيام مر على متجر عبد الرحمن النحاس. كان يرتدي ملابس جديدة وكانت لحيته مشذبة. جاء شاكرا مودعا. في ذلك اليوم عاد إلى أهله في العرائش.